السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمير الأغنام الألف الياء. ده الفيديو ده بسرعة كده في دقيقة إن شاء الله، زي ما احنا شايفين الأرقام متعلمة في ودانهم أهي، لسه مركبين الأرقام في كم واحدة بس لسه مرقمناهمش. لأخذ العلم بالشيء هنعمل فيديو سريع عن ترقيم الأغنام. هات يا أحمد، دي المكنة اللي بنستخدمها في تركيب الأرقام. ركب يا أحمد الرقم ده، في جزء بيركب هنا اللي عليه الرقم والجزء الثاني، اتاكد طبعا ان السن بينزل في الخرم في مكانه، بس ركب الجزء الثاني. تعالى مع بعض هنشوف الطريقه دلوقتي فين اللي لسه. بس تعالى ده يلا. طبعا بص، في عروق كبيره اهي، العرق ده الاساس، العرق في الودان ابعد عنه عشان ما يحصلش نزيف معاك هنا او في الحته دي، في اي مكان تاني في عرقين، في عرق اهو العرق ده وفي العرق الثاني اهو، باينين واضحين. دول ما تقربش عليهم عشان ما يحصلكش نزيف في مكان تركيب الرقم. في اي حته فاضيه ما فيهاش عرق، دي او دي من هنا، احنا هنركب في الناحيه دي. لازم تبقى استنى بس كده الرقم ركب اهو تمام. وان شاء الله انتظرونا طبعا فيديو بكره عشان الناس اللي متابعانا، ان شاء الله بكره باذن الله هنوزن الغنم ونسجل ميزانها، وان شاء الله الفيديو هيكون بالكامل من اول راس لاخر راس، هيكون الفيديو بالكامل وزن كل واحده على حد، عشان الناس اللي هتتابعنا ان شاء الله وهتشوف معدل الزياده والرعايه بتعمل ايه، معدلات الزياده بتاعتهم اللي عاوز يتابع، ان شاء الله متابعنا على القناه على طول باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.